الأخبار الرياضية، أهلا بكم. اللاعب وسام سلوم يقترب من الانتقال إلى نادي الجيش لموسم 2023-2024. بند شراء شفه يتفق عليه برشلونة مع المان سيتي على صفقة جواو كانسيلو بقيمة 35 مليون يورو. سيرجيو راموس يتعرض لموقف صادم في الأندلس بحيث كان ضحية لعملية خطو مسلح لمنزله أثناء مشاركته في مباراة لانس. جوفنتوس يعود إلى طريق الانتصارات على حساب ليتشي بنتيجة هدف مقابل لا شيء في الدوري الإيطالي. إيفان بيريزيتش لاعب توتنهام يقترب من العودة إلى نادي الطفولة هايدوك سبليت في كانون الثاني المقبل. مدافع اليونايتد السابق فيل جونز يعلن خطوته الجديدة بعد نهاية عقده داخل قلعة أولد ترافورد. إشبيليا يعود إلى سكة الانتصارات بفوزه الكبير على ألميريا متذيل الترتيب بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف في الدوري الإسباني. أليغري مدرب جوفنتوس بعد الفوز على ليتشي، كان من المهم أن نفوز خاصة بعد الهزيمة الفوضوية ضد ساسولو. يحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2 مقابل 2 مواجهة ريال مايوركا وبرشلونة في الدوري الإسباني. أتلتيكو مدريد عن طبيعة إصابة لاعبه أنخيل كوريا، هذا النوع من الإصابة يتطلب بشكل عام ما يصل إلى 2 أسبوع للتعافي. خافيير أغيري المدرب مايوركا عن التعادل مع برشلونة، التعادل أمام خصم كبير يساعد على إدراك أننا قادرون على المنافسة. تشابي ألونسو بات المرشح المفضل لخلافة كارلو أنشيلوتي على مقاعد بدلاء ريال مدريد اعتبارا من الموسم المقبل. روما يسعى للانقضاض على سانشو لاعب اليونايتد في الميركاتو الشتوي المقبل. تشافي عن سبب الإبقاء على ليفاندوفسكي في مقاعد الاحتياط، ليفا لعب دقائق كثيرة ومن المنطقي أن يستريح بعض اللاعبين. وهيك بتكون خلصت أخبارنا اليوم، شوفكم بكرة.